مرحبا، كتابنا لهذه الجمعة النبي لجبران خليل جبران. النبي رواية أشهر من أن تعرف، يحكي فيها جبران عن المصطفى اللي عاش 12 سنة بمدينة أورفاليس وإجا الوقت ليرجع بلاده. لما سكان المدينة بيكونوا حاضرين لوداعه على المينا بيسألوه عن مواضيع حياتية وبجاوبهم عن أسئلتهم بخطبة الوداع، وبيحكيهم عن الحياة والموت، الأكل والشرب، الحب والزواج، مواضيع غيرة بأسلوب إبداعي حكيم وبغير نظرتنا لكتير من الأمور. المواضيع اللي بناقشها النبي بسيطة جداً، إنما الزاوية اللي بينظر منها لهالمواضيع عميقة وغير مألوفة. من أجمل مقتبسات الكتاب: إن كان الطاغية تودون خلعه عن عرشه فانظروا أولاً إن كان عرشه القائم في أعماقكم قد تهدم، لأنه كيف يستطيع طاغية أن يحكم الأحرار الفخورين ما لم يكن الطغيان أساساً لحريتهم والعار قاعدة لفخرهم. وإن كانت خوفاً تريدون طرده عنكم فأن جرثومة هذا الخوف مغروسة في صميم قلوبكم وليست في يدي من أو ما تخافون. جبران كاتب وأديب وشاعر ورسام لبناني، خلق سنة 1883 ببشري ومات سنة 1931 بنيويورك، بس كانت وصيته أنه يندفن بلبنان وهيك صار. بعد سنة من وفاته نقلت رفاته عبشري وندفن بمحل معروف اليوم بمتحف جبران. عاش معظم حياته بأمريكا، كان أحد مؤسسي الرابطة القلمية مع أمين الرحاني، ميخائيل النعيمي وإليا أبو ماضي. النبي لجبران خليل جبران كتاب الترجم ل 110 لغات، كتاب كتير كتير حلو وبعطيه 4.5 نجوم. كل جمعة كتاب هي مبادرة فردية لنشر ثقافة المطالعة وتقديم نقد أدبي للكتب المقروءة. خبروني بالتعليقات أي كتب بتحبوا أقراها وأعطيكم رأيي فيها.